منى قولي لي الفوبيا بتاعتك ايه؟ سمك. سمك؟ لا انا بالنسبه لي لو السمك ده انا بخاف منه، بترعب. بجد؟ ليه؟ حصل معاكي ايه؟ يعني وانا فضلت اكل سمك لغايه سن 15 سنه كده مثلا، فانا باكل في شوكه دخلت في زوري، فقعدت اقول لهم انا في حاجه، انا متضايقه، انا مش عارفه اخد نفسي، مش عارفه اتكلم، وقعدوا بقى ياكلوني في عيش بقى اللي هو لا عشان كلي تنزل. بالظبط، لا كلي ولا فانتي اكيد مفيش حاجه. بس فالموضوع بقى ابتدى معايا ان انا خلاص جالي ضيق تنفس، رحنا بسرعه للدكتور وكده، وقال لي لا احنا لازم نشيلها لان هي اصلا دخلت في الحنجره، فقال لي لا احنا لازم نشيلها، ما ينفعش كده. فالموضوع بقى بالنسبه لي اتحول خالص، يعني من ساعه وعملت ايه؟ العمليه رحت عملت عملية؟ عملتها تخدير عام يعني؟ تخدير كلي، ايوه، وعملتها وشالوها تمام، وقعدت بقى فتره عباره ما اعرف ارجع تاني بقى. بس لا كل ما اشوف سمك يعملوا سمك اي حاجه بقيت لا بقى بخاف، بمشي واروح الاوضه احبس نفسي لغايه لما تخلصوا بقى اللي انتوا هتعملوه بره، الجريمه اللي انتوا هتعملوها بره، وبعد كده بقى حد يناديني بقى. طب لو كنت مثلا في سوبر ماركت تعرفي يبقوا عارضين بقى لا الانواع اللي بمشي، ما اقدرش اشم ريحته حتى، بقى بخاف بقى لا. وبالنسبه لي القشر بتاع السمك ده حاجه كبيره، ممكن يعني خلاص لا ما مش هقدر، وما اقدرش اعدي جنب اي حد خالص بيبيع سمك. ولما سافرت ما بقيتش انزل البحر عشان ما لو عاوز في سمك. اسالك يعني موضوع البحر ايه عامل لا معاكي ايه؟ حاولت تعبت، بالذات لما نزلت في سمك، فخلاص ما بقيتش، لا ما بقيتش بتروح لا البحر ما ابدا. بقيتش اروح بحر، لو هنزل هنزل بولو بس، اكتر طب من لو كده لا. كنت مثلا بتشوفي برنامج معين مثلا او بتحضري اي فيلم وقطع مشهد السمك تعملي ايه؟ لا بخاف، بغير على طول، لا تمام. ما بيحصل معاكي ايه؟ ايه العوارض اللي بتشعري بيها؟ بتخنق وابقى لا اللي هو لا جسمي قشعر، لازم امشي من مكان، ما اقدرش افضل قاعده بقى، اللي هو لا مش عايزه اسمع صوت اي حاجه، اي حد يتكلم، لو حد قال لي مثلا ابعدي ده عادي، لا ممكن اتخانق معاه، اللي هو لا لا مش عايزه، مش عايزه خالص. هيجرى ايه لو قعدت يعني؟ لا ايه ده. جربتي تقعدي تحسي انه جربت، مش هيحصل حاجه؟ لا ببقى مش قادره. بس دي عشانك دكتوره، ماشي، بس شكرا. هديه عشانك. ليا؟ طب هديه كويس والله، لحضرتك، وكمان هيكون في ليكي هديه كويس ليا انا، هديه. توزعوا هدايا دي علينا احنا عم نوزع هديه ايه اليوم رايك عزوزنا تاخديها انت؟ في البث. ايه ده، تاخديها لا انت؟ لا 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 طب بصي، بصي عليها لا شويه، بصي يا منى، منى لا عشان خاطري يلا بصي يا منى، منى، خاطر ده سمكه جميله. لا شايفه ايه الانسيابيه ايه ده بتاعتها؟ وده ورا كمان. شايفه جمال السمكه؟ مش عارفه بصي عامله ابص، ازاي؟ مش عارفه ابص فين. لا لا بصي منظرها عامله لا ازاي؟ ده لا السمك شكلها وحش الطازه جدا، ده ايه شكله الدم ده، جميل لا لا جدا. سمكه بريئه حلوه خالص، خليكي لا بص عليها شويه. بصي عليها وخدي نفس هادي كده الريحه وارخي جسمك خالص. منى مسمع. لا ارجعي، ارجعي بظهرك لورا على المسند، ارخي جسمك خالص. حاولي تستريحي، ايوه بصي بقى حاولي. ارتاحي كده خالص وانت بص عليه. بس خليكي بصه شويه. لا انا نفسي تشوفي جمال السمكه. وحشه جدا. وحشه؟ قوي شايفه الانسيابيه بتاعتها؟ وحشه جدا، لا شايفه المنظر بتاعها عامل ازاي؟ شكلها مرعب. لا كائن بريء لا لا جميل لا مش جدا. بريء خالص. ولو جربتي تاكليها لا لا تحسي لا 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 طعمها ما عامل ايه؟ اقدرش، لا انا رجلي تترعش. ما انا طيب. ما انا شايفه رجليك عاملين ازاي طيب. لا ارخي، دلوقتي. ارخي رجليك لا خالص، بصي انت اعملي زي عن كده، جد تترعشك ارخي اللي رجليك. سوا، منى خليكي بص عليه، وحشه خليك جدا. عشان نكسر حاجز الخوف. مش مهم تاكليها، بس اتصالحي معاها، شكلها وحش كمان، اتصالحي معاها. شكلها والشوك والحاجات اللي بره دي شكلها وحش قوي. ده شوفي ده ملمس لا لا حلو لا لا ازاي، ده في شكل جمالي يا يا رائع، يا يا مفيش اي فنان يعرف يعملها على فكره دي. لا طب بجد والله، كويس ده يعني خلقه ربنا الجميله دي، طبعا. شايفه قد ايه المنظر جميل؟ فبصي عليه، خليك بص عليه. بس برافو عليك، انا سعيد انك قدرتي تبصي على السمكه الفتره دي كلها. هو انت برضو الريحه بتضايقك؟ حتى ريحتها. طب تشميها ريحتها كده؟ لا عشان مش لا عارف انا انا مش اقوم أشم، انا. انا مش اشممها ريحتها، انا همسكها انا. طب خليها تلمسها بس عشان مش عارف اقوم انا. نحاول، ايوه خليكي قاعده، ما خلينا تخافيش، نحاول، ما خلينا تخافيش، نحاول. يلا اكسري لا لا حاجز لا الخوف، مقرفه قوي بجد، اكسري حاجز الخوف، خلينا يلا نحاول. ها حطي ايدك عليها كده، حاولي كده. جربي، مش هيجرى حاجه خالص. اللي جواكي فكره مش حقيقه. ايه دي شفتيها عامله ازاي؟ عامله ايه؟ حط ايدك، حطي، حط يلا ده ملمس ناعم جميل جدا، حط حطي ما ايدك. تخافيش. لا 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 برافو يا منى، برافو يلا يا منى، برافو يا منى. ده انت هايله لا النهارده، لا انت هايله. برافو ايوه منى. كويس قوي. عينيها عينيها. ها ايوه كمان كمان ايه كويس كده يا كمان، دكتور. الله لا 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 ده يا انت حلو دكتور خالص النهارده والله، كفايه برافو عليك. كفايه. لا بس ارخي حرام، جسمك، ارخي جسمك، ارخي جسمك خالص،
ارخي جسمك وانت بتعملي ده. هيجيبوا لنا تشو. انا لا يا دكتور اساعدك ازاي بقى يا دكتور؟ هيدوا عليا. يا لمستها كده كويس كده كويس دكتور، عالجنا احنا الاثنين. انا صار عندي هو باقي بس يشوها وتاكليها. ايوه صعب. مش عايزه المس صباعي اصلا. لكن فهماك. اصلا ريحتها وحشه قوي. يلا ضم ايديك على بعض بقى كده، اعمليهم كده. لا يلا. صعب قوي. ما انا كنت ماسكها. انا عامل فيها. لا صعب قوي كده، ايدي تبقى كلها. فين مدير المسرح لو سمحتوا يجي ياخدها مننا بس. يلا. ايه حسيتي حالك احسن؟ لا هتيها هتيها نحطها هنا. بس دي مسكتها يا دكتور. يعني مش خطوه كويسه. ده برافو عليك. ايه عارفه لو عملتي ده في البيت يعني كل ما يجي سمك تقومي بص عليه كده لمده ربع ساعه وتلمسيه بايديكي كده ربع ساعه زيها، هيروح الخوف خالص. لانه انت اللي حصل انه الحدث الصعب ده او الصدمه اللي حصلت لما الشوكه دخلت في حلقك وعملتي عمليه، فارتبط في ذهنك السمك بالخطر الشديد جدا. طبعا هو مش في كل الاحوال هيغمى عليها رجلي بتترقش. الناس كلها بتاكل سمك كل يوم، والسمك ده يعني حاجه غذائيه جميله وطعم حلو وكل حاجه، بس انت حصل لك صدمه، فالصدمه دي اتحطت في المخ على انه السمك ده شيء مرعب وخطر.